صباح الخير مشاهدينا الكرام، ويا مرحبا بكم اليوم معانا في جولتنا الجديدة في الشارقة. طبعا اليوم وجهتنا غير وتناسب جميع الأذواق والفئات. حياكم الله في مشروع الجادة. مشاهدينا الكرام، يعد مشروع الجادة من أحدث المشاريع المتكاملة وأيضاً أكبر وجهة متعددة الاستخدام في تاريخ الإمارة، إذ يبلغ مساحة المشروع 24 مليون قدم مربع، وسيضم المشروع حين انتهاءه العديد من الأحياء السكنية الحضرية المتكاملة وأيضاً باقة من المرافق الرياضية والصحية والتعليمية وأيضاً وما في شك التجارية. طبعا مشاهدينا الكرام، نحن داخل مشروع الجادة وبالتحديد مركز استكشاف الجادة. هذا المبنى المبتكر تم تصميمه من قبل شركة زها حديد العالمية للهندسة العمرانية، وطبعا وتحيط به مساحات خضراء ومسرح خارجي، وأيضا ما ننسى الأطفال في منطقة خاصة للتزحلق فيها. طبعا تتربع هذه المرافق كلها في متنزه فسيح ومنسق بعناية تامة. طبعاً الحين نحن نوقف قدام الهيكل العمراني المبتكر اللي دشنته أرادة بالتعاون المشترك مع الجامعة الأمريكية في الشارقة. طبعاً العمل الفني تم افتتاحه مؤخراً تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الله يرحمه، المستوحى من فنون العمارة التقليدية واللي يعطيك التمازج المبهر ما بين عناصر الإضاءة والظل أثناء حركة الشمس في السماء. تقدم الجادة تجربة استثنائية وفريدة لعشاق المأكولات والمشروبات المحلية منها وأيضا العالمية، طبعا عن طريق منافذ البيع المتنوعة. مشاهدينا الكرام، يعتبر هذا الركن واحدة من أكبر ميادين العربات المتنقلة للطعام على مستوى الدولة. وما ننسى مشاهدينا الكرام سينما السيارات اللي تضم شاشة عرض حديثة وأيضاً نظام صوتي عالي الجودة اللي تعرض فيها الأفلام بشكل يومي الساعة 8 لا بشكل مجاني. طبعاً مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى نهاية جولتنا اليوم. ترينا في جولات جديدة، حياكم الله.